السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب ينال اعجاب. صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل على العيون. النهارده حبيب قلبي الحد 12/6، النهارده ميعاد الجلسه بتاعت محمد ابني. ادعوا لي بقى يا حبيب قلبي ان ربنا يوفقنا يا رب، نقدر ناخد حكم نعاقب به المجرم اللي عمل في ابني كده، ضيع له عينه. بالله عليكم يا حبايبي كلكم ادعوا لنا ربنا يوفقنا يا رب ويرضينا باللي احنا عايزينه بحق الله. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي انا جالي رزق جديد النهارده وخير جديد، فقلت اصوره معاكم قبل ما اطلع امشي. دلوقتي الساعه 7، فقلت اقلب البيض قبل ما امشي، فقلت اوريكم الخير والرزق اللي جالي النهارده. فنسمي كده بالله مع بعض ونسمي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. معلش انا مرتبكه النهارده ملبوخه، وانتوا عارفين النهارده يوم صعب بالنسبه لي، يوم الجلسه ده، فانا مش عارفه هيبقى مصيرنا ايه ولا مصير ابني ايه. فادعوا لي بقى ان ربنا يسترها معانا يا رب وناخد حقنا عشان الناس ما تلجاش للعنف، لان عايز اخد حق ابني بالقانون، مش عايز الجا للعنف. فربنا يسترها النهارده يا رب، يعدي اليوم ده على خير، وكل واحد كل مجرم ينال جزاء. سموا معايا كده حبيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، شوف الخير والرزق اللي جايين. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايب قلبي انا النهارده وفرح وبط النهارده اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين كمية الخير اللي طالعة؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا رب زيد وبارك يا رب. زين شايفين حضراتكم اهو، شايفين الكتاب ده؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا صحابي يا رب. شكله مميز وشكله حلو اهو يا حبايبي، الشكل ده مشفتوش الا في الارانب، سبحان الله. يعني في ارانب كتير بتبقى اللون ده، اول مره اشوف كتير باللون ده. اي حاجه زي ما شايفين كده، ربنا يبارك لاصحابه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ايه طالعين هنا، شايفين الكتكوت ده؟ الكتكوت ده طالع من الدوره اللي فاتت، طالع بالمنظر ده، وانا سايباه في الفقس مش هطلعه. زي ما انتم شايفين اهو حضراتكم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شايفين حضراتكم؟ شايفين يا حبايبي الطيور اللي بص عليهم دول بتبقى مدروخه من حراره الجو، الطيور مدروخه اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انا ببقى شايل القشور لان البطل بيخش في القشر، فببقى شايل القشور ما بسيبهاش، يعني القشر اللي بيطلع على طول بلمه. شوف بس القشور اللي فاضله ده اهي، في بطل طالع هنا جديد برضه اهو. ده لسه طالع جديد اهو، في بوست كده نقر اهو، شايفين كده حضراتكم؟ دي بوست نقر اهو يا حبايبي لسه. شوفوا بقى اللي انا بقول عليه، القشريه لازقه فوق بوضه تانيه، فعشان كده اي بوطه بتطلع بقوم شايل القشريه بتاعتها ومرميها على طول اهو يا حبايبي. شفت ايه اللي طالعين برضو؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك القشريه فيه. شايفين الخير والرزق؟ بيرضى من ربنا علينا، ربنا يرضينا يا رب ويرضى كل أمة محمد أجمعين. اللهم زد وبارك يا رب، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله، أهي يا حبايبي في خير تاني معانا أهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي كانت كتكوت عايز اساعده، مبقاش انا شفت عليه، فانا احاول اساعده. انا مش عارفه بقى هو صحي ولا ميت، بس للاسف هو مات، قدر الله ما شاء فعل. ده برضه واضح مبقاش انا شفت عليه، لازم اساعده. كله نقر اهو، بس مش عارفه القشره هتلزق ليه مع ان انا بغرق البيض ميه من حراره الجو. الطيور بتموت في البيض اهي، كل الطيور اليومين دول انا اللي بحاول اطلعها من القشره بتاعتها
ان القشره بتبقى لازقه. شوفوا المنظر برضو، بس دي الحمد لله صحيه. انت صحيه يا حبيبي؟ زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، ده الخير والرزق اللي جاني اهو يا حبايبي. عايزه بس الم القشور ده عشان ايه بقيه الفراخ. بقول لكم انا ملبوخه النهارده اصلا مش مركزه، ربنا يسترها وما يحصلش اي مشاكل في المحكمه، لان اكيد المجرم هيبقى موجود هناك او قريبه. ربنا يسترها بقى، انا بدعي من ربنا ربنا يسترها ما يحصلش اي مشاكل هناك ويعدي اليوم ده على خير. البيض اللي كان في الرف ده كله بسم الله ما شاء الله طلع. الفيشه اللي هم كتكتين ماتوا في البيضه، وثلاث بيضات لسه ما طلعوش، هم بس اكيد يعني لو فيهم بذره يطلعوا. اربع بيضات، اربعه هم واثنين اللي ماتوا في البيضه. ان شاء الله ربنا يبارك. شايفين المنظر ده؟ ثلاثه مسافه الارضيه. يا حبايبي كده دي راس كده خلاص كده. احاول بقى الم كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دول بقى اسيبهم في الدقاسه لما اروح المحكمه. وبعدين اصلا انا عامه هاجي من المحكمه اروح بمحمد دمياط، والنهارده مش فاضي خالص والله العظيم. ربنا يعيني بقى في الحر ده، ومحمد ابني بيتبهدل مني والله في الحر عشان اطلع مشوارين ورا بعد كده، هيتبهدل مني في الحر. ربنا يسترها بقى ايه وما يحصلش حاجه اليوم النهارده. وكده يا حبيب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.